هذا التيار مثلا هي طلبته، بدي اياكي تكسبي ثقته منيح. اوكي حاضر. ليكي هون منحط زرار، شوفي بدي النص. نص شو؟ نص كل شيء. قلت لك رح اعطيك. ليكي فادية، انا من اليوم وطالع ما عاد ممكن تضحكي علي نهائيا، عم تفهمي؟ ما عم اضحك عليك، رح اعطيك اللي بدك اياه. نص. لسه علقان لي بهالكلمه؟ بتعرفي ليش؟ لاني ما بامن لك. تذكري يوم رحتي امنتي على حالك وتركتيني؟ هلا نحن الاثنين مو بامان. قصدك عن هذا المحامي؟ هذا شغلته بسيطة، ما بيخوف. قلت لك لمحلي. حتى لو عم يلمحلك، هذا عم يزد حكي هيك. لا مو هيك. إذا بدك حصتك، لازم تلاقي له حل. كأني سمعان منك هيك حكي بزماناتي، ما؟ مثل ما بدك. بلا ما تعمل شي وخلينا نخسر نحن الاثنين. شوفي فادية، أنا بدي كل شي. شو يعني كل شي؟ واضحة الجملة بظن، كل شي. انت ما عم تفهم. ايه ما بفهم. بتعرفي ليش؟ لاني بحبك. بتحبني وبدك تترك هذا المحامي يستفرد فيني؟ اصحك، ديري بالك على حكيك. انا هذا الحكي كلياته ما عاد يخرط مشتي، وهي الالاعيب ما عاد يمشي حلا معي. ايمن، نحن الاثنين رح نخسر كل شيء. ليكي لقلك، انا بدي المطبعه ونص المزرعه، وبدون هيك ما رح اعمل شيء. ولقلك شغله، انا ما بس رح اكتفي بهيك، انا رح ازعجك كثير، وانا رح اوصل القصه للامن الجنائي اذا اضطر الموضوع. ايه بتروح فيها معي. ما انا على الحالتين خسران كل شيء. طيب خلص مثل ما بدك. بدك تكتبي بيع شري. حاضر. اوكي، اذا هيك انا بوعدك ما رح تشوفي وشه لهذا المحامي نهائيا. طيب تصرف وخبرني. شو هاي تصرف وخبرني؟ ليكي لقلك، ما رح أعمل شي بدون ما تكتبي لي كل شي بدي إياه. كيف بدي أكتب لك وأنتوا رافعين دعوة علي؟ إيه أنا هيك ما بأمن. شو بدك؟ بدي سند أمانة نظامي بقيمة حصتي كلياتها. حاضر، بس أنا كلي بين إيديك، ما بكفي؟ لا، شوفي فادية، أنا صحيح بحبك وبدي إياكي، بس أنا ما عاد عندي ثقة فيكي نهائياً. بوعدك اللي بدك إياه يصير، بس خلصني من هالشغلة. حلو، وأنا بوعدك شق سند الأمانة أول ما تكتبي لي كل شيء. أوكي حاضر، بس المهم ما حدا يعرف أنه عم نشوف بعض. لا تخافي، نحن تعودنا نشوف بعضنا بالسر قبل ما تعملي عملتك. إذا في شي ناقص مدام نستكمله. لا لا أبداً، الحقيقة مو ناقص شي، مو بقيان غير بعض الوراق وأسماء باقي الشركاء. موجودين، بس بيهموك يا دو؟ مو اتفقنا أنه أنا المديرة الإدارية؟ بتصور صح، يعني كل هدول الوراق لازم يكونوا مع المدام سوزان. خلص منجيبهم. كأنه ما عجبوا الطلب. هن ضروريين هدول الوراق؟ الضروري أنه مدام سوزان تكون بقلب الشغل ومطلع على كل شي. مبدئيا في هدول الملفات مدام. استاذ جودات، كانك تضايقت لاني طلبت الاوراق. لا ولو مدام، شو هالحكي؟ بس انا عم بقول مشان الحمل ما يزيد عليكي، هلا نحن ببدايه الشركه، بكره اذا زاد ما بتعرفي. هو يصير الشغل كثير ولا يهمك. اهلا يا بابا. اهلا يا بابا، مساء الخير. مدام سوزان اللي حكيت لك عنها. اهلا وسهلا. اهلا. مايا صاحبتي الشركه. عفوا جودات بيك، بس مايا هيك قالت لي. أنا هون بالشركة مدير وبس، حصتي باسم هالأمورة. يا بابا أنت كل حاجة في دنيتي. يلا أنا أسيبكم. هلا بدي أسألك،
ما فيك تغير الرأي واشتغل عندنا هون بالقسم القانوني؟ الحقيقة إنه يعني مدام سوزان بتقدر تعمل كل شيء، بس نحن منضل بحاجة لمحامي بالشركة. الحقيقة يا جماعة يعني والله ما بعرف شو ديلكم. مشان المكتب تعال عنا الظهر، يعني قسم وقتك، الصبح بالمحكمة والظهر بالشركة وبعد الظهر بالمكتب. أقسامي لا تضغط عليه، بينتو ما حبنا. أعوذ بالله مو هيك، بس يعني فعلا أنا بحب مكتبي وشغلي كتير. على كل حال فكر بالموضوع ودعوتنا مفتوحة ومن القلب وحياتك. كمان أنا بالإذن. جابر أعطيني رقم موبايلك. سامي ممكن أنا كمان أخذ رقم موبايلك؟ بصراحة أنا هلأ سمع اشتريت موبايل. معقولة؟ طب تعال معايا وأنا أجيب لك أحلى موبايل دلوقتي. إيه يلا باي. باي باي. شو ناوي تعمل؟ رح روح على المكتب وهي رقم الموبايل. لا أنا ما هيك قصدي، كنت بقصد موضوع فادية. والله ما بعرف، بس حضلني عم بضغط لحتى تنهار وتعترف. بس أنت كأنك نبهت أنك شاكك، على الأغلب ما رح ترجع لعندك. سوزان؟ عفوا مدام سوزان؟ جابر إذا حاسس أنه أريح لك تخاطبني بدون لقب فما في مشكلة، أنا من مبارح عم نادي لك جابر وبس. لا بقصد يعني بقصد قصدك من باب الاحترام مو هيك؟ تماما. أنا ما بشوف أنه الاحترام بين أي اثنين له علاقة بالألقاب، خاصة بعد ما صار شغل بيناتهم. عموما خاطبني مثل ما بترتاح، ما قلت لي شو ناوي تعمل؟ والله نسيت، ما عاد أعرف شو بدي أقول. طيب ليش واقف؟ اقعد شوي بركي بتتذكر. ما عرفنا إذا في حدا هون بيعمل قهوة بشاي. اسألي جودة بيك. المهم هلا شو رح تعمل إذا فادية ما عاد رجعت لعندك؟ إيه تذكر شو بدي أقول. لك أنا بس بدي أفهم شغلي، كيف بجمع عقلي كل هالمعلومات؟ ما بعرف، أنا طول عمري هيك ذاكرتي قوية وبعمري ما استخدمت الآلة الحاسبة. ما قلت لي شو رح تعمل؟ رح أروح لعند أيمن لأنه فادية صايرة مزعجة كتير، ما عم برتاح لها أبدا. جابر الشغل لازم ينفصل عن العواطف والمشاعر تماما، مو هيك؟ مرحبا شوكات. جودة المحمود. بعرف بعرف بدك تذكرني بس بلا الغلاظة مرة ثانية. وين أنت؟ أنت وين وين؟ أنا بدي أجي، أنا بدي أجي لعندك. أنت وين هلا؟ لك أنت وين؟ يلا. فجأة لقيت حالي بنص القصة وعرفان إنه فادية هي اللي سامت زوجها وشاكك إنه أيمن شريكها. إيه بس الشك لحاله ما بيكفي. أبوه بده يتنازل عن كل شيء، أكيد مشان ابنه، أكيد عرف شيء عن ابنه. بس هاد يا جابر كله شك، حتى إنه هو أقرب للتأليف. رح أضغط لحتى أتأكد. معقولة إصرارك على معرفة الحقيقة حتى لو ما كانت بتعنيك؟ إيه لأنه أنا في كتير حقائق بحياتي ما لي أدران أعرفها. حقائق مثل شو؟ لا هي بدها قعدة، هي قصة طويلة. أنا آسفة أخرتك. لا بالعكس، شكرا كثير لاهتمامك. مدام سوزان انا رايح على البيت، تحدي وسطك بطريقي؟ لا لا معلش انا بقياني هون شوي. طيب يلا انا بالاذن. الله معك. سلام. استاذ جودت كانه هون ما في حدا يعمل شاي وقهوه او حتى ينظف. هلا اول مره اجيتوا لعنا الشركه ناكل، لساتنا جداد وعم ندور على واحد، بس في مطبخ جوا وفيه كل شيء اذا بدك. شرف. لما انا ماني جاي هلا على المكتب. ايه للمساء. مين؟ ايمن. طيب طيب خلاص المساء نلتقى. خاطرك.
قولي بقى، هو ده الموبايل اللي انت كنت عايز تشتريه؟ تفضلي معايا. ايه ده؟ هو مرضي ياخد دولارات وانت دفعتي حقه وانا عم بعطيكي حقه. على فكره اللي انت بتعمله ده عيب قوي. ايه بس نحن اتفقنا جوا. خلاص يا سيدي، خلينا نتفق اتفاق تاني. ايه رايك تعزمني على كاسه عصير؟ كاسه عصير مقابل هالموبايل المحترم؟ يعني يعني اقل من غدا ما برضى. نخليها غدا، بس انا كنت معده صاحبتي ان انا اقابلهم النهارده. طيب شو رايك بكره؟ لا احنا نروح نشرب عصير في مكان وبعدين نفكر نتغدى في مكان تاني، ايه رايك؟ طيب شو رايك نتصل بجودة بيك يجي يتغدى معنا؟ اوكي انا ما عنديش اي مانع، بس يلا بس عشان نلحق صاحبتي الاول. طيب زي كأنه سمنان شوي ما. أهلين شوكت. شو أخبارك؟ اشتقنا لك كثير. يا أخي إلك وحشة غير طبيعية، إحنا من غيرك ولا حاجة. جاي على الشام زيارة وراجع فوراً على مصر؟ لا، أنا صفيت كل شغلي بمصر، وجاي أبدأ هول من جديد، بس هالمرة على نظافة ابن العمها. فبدي إياك تساعدني يعني. شو نوع المساعدة؟ ما شاء الله قريت بالجرايد والمجلات انه صار عندك شركه كبيره كتير، روح الله يرزقك ويفتح بوشك يا رب. فبدي اياك بالاول يعني هيك داوم عندك مشان افهم الجو. بس نحن اتفقنا. مزبوط اتفقنا ومحلانا وبدنا نتم متفقين، الله لا يحط خلاف بيناتنا ولو ابن العم. لا شوكت لا، نحن متفقين انه ما اشوف خلقتك نهائيا. مزبوط، بس هذا الحكي بمصر مو هون. انت مانك شايف انه انا اعطيتك اكثر ما تستاهل؟ صحيح، عداك العيب. دين برقبتي لموت، ليكني ما حكيت لحدا شيء. هي الدوامه لك شوكت لازم تخلص. اسمع، الموضوع القديم صار مارق عليه اكثر من 20 سنه. يعني ما حدا بيطلع له يسالني عن اي شيء. مزبوط، كل شيء حكيته صحيح. بس في كام شغله انت نسيانه راح اذكرك فيه. أهلين ابن العم. ما فيها شيء شوكات، وبدون ما حدا يحس بتسحب هالكم شريط تبع التنفس الصناعي ومنخلص، وهيك أريح لفاتن. وبتعطيني الشركة بعشرة؟ مشي بس خلصني. تعرف انك حقير؟ لك واحد وصخ وصخ. يا سيدي يبكي كل شيء عم تقوله مظبوط، يا اخي ما بعرف شو الصحيح. صدقني كل كلمه حكيتها صحيحه، بس تخيل معي يا ابن العم، ما يا بنتك الله يسلم لك اياها تدرى بهذا الموضوع، شو ممكن يصير يا ترى؟